وماذا اكتشفتم أيضاً أستاذ؟ الحقيقة اكتشفنا 3 مغارات قديمة وفيها آثار نادرة، وبعد الدراسة والتحليل ثبت لنا أنه هي كانت سكن للإنسان القديم، بالإضافة لمغارة فيها صواعد ونوازل. جميل جداً. ويا هل ترى، هل فتحت للسياح والدارسين؟ لا، ركبنا لها باب حديد وقفلناها منعاً للعبث والسرقة. أستاذ معن، باعتبارنا على الهواء مباشرة، ماذا تحب أن تقدم نصائح للمواطنين؟ الحقيقة أنا بدي أقول له أنه الآثار مفيدة، بتجيب سياح وقطع نادر للبلد، وما بيصير يعني يعبثوا فيها ويكسروها ويسروا منها ويكبوا فيها زبالة. وبالمناسبة أنا بسعى لاستصدار قانون مشان معاقبة أي إنسان من لاقي اسمه مكتوب على أي جدار أثري. وما هي طبيعة هذه العقوبة أستاذ معن؟ رح يكون في عقوبة مالية، ورح نخليه كمان يلحس اسمه بلسانه. حسناً أستاذ معن، ما رأيكم ببرنامجنا سوا على الهواء؟ الحقيقة أنا بظن أنه هذا البرنامج من أهم البرامج وإجراءها، لأنه بيشكل سلة الوصل مقطوعة بين المواطن والمسؤول، وأنا شخصياً ما بروح على حالي ولا حلقة، تابعون كله. لك العمى يا، شو هاد؟ اروح عنا يا. ولك يخرب بيت المسؤولين عن هالبرنامج، شو أغبياء؟ ليش في شي ما عجبك؟ مو مسألة في شي ما عجبني، المسألة إني اشتهيتهم مرة واحدة بس يغلطوا ويعملوا معي مقابلة. ولك ما خلوا مسؤول سواء كان وزير ولا مدير ولا رئيس قسم إلا وعملوا معه مقابلة، إلا أنا. يعني استحى واحدهم يتصل فيي ويقول لي يا سيادة الوزير نحن بدنا نعمل معك مقابلة، تعدميهم؟ ما خطرت على بال واحد منهم منوب وكأني كمية مهملة، بقى بجوز من الله الحكي. طول بالك حبيبي طول بالك، ما في داعي تهز بدنك، يعني بجوز الوزارة اللي انت مستلمة ما كتير مهمة، مشان هيك ما عم تخطر ببالهم، ما في غير هيك. ولك يا سميرة شو عم تحكي انت؟ أنا وزير النحل والثروة الطائرة، بتعرفي شو بيعني هالشي؟ يعني أنا وحدي المسؤول عن النحل كله بالقطر، يعني الطيور الأهلية والعابرة كلها تحت سلطتي وأمري. عدي على أصابعك، حمام، عصافير، شحرير، زرازير، حساسين، فري، حجل، درغل، بط، كركي، صقر، نسر، شاهين، باشق، أبو منجل، أبو الحن، كله من اختصاصي، كل شي بيطير من اختصاصي بما فيهم الجراد والناموس والبراش. هيك قلك يعني؟ والله كتار. لكن شو عم نحكي؟ طيب ليش ما عم يعملوا معك مقابلة برأيك؟ أكيد الشغلة منظيفة وفيها إنا، لأنه مو معقولة ولا بشكل قصة هالتعتيم الإعلامي علي. وأنت ليش ساكت له لحد هلا؟ مين قالك ساكت له؟ من هلا ورايح ما رح اسكت له منوب، وبكرة رح أتصرف. عال والله، كأنه والله لا في بالدنيا واحد وزير مستلم منصب ولا شو. لا لا يا أستاذ فؤاد، أنا ما بقبل هالعذر منوب. يعني إذا كنت أنا ساكت لكم أنتوا ما بتتذكروني؟ معقول؟ أشو الشغلة مقصودة يعني؟ أبداً أبداً ما في شيء من هذا سيادة الوزير، صدقني الشغلة ما مقصودة أبداً، بس الواحد أحياناً ليكون في توجيه بإغفال نشاطاتي. قل لي أستاذ فؤاد ما بزعل. أعوذ بالله سيادة الوزير، شو عم تحكوا أنتوا؟ لكن شو بتفسر تجاهل برنامجكم إلي؟ يعني ما خليتوا وزير بهالبلد ولا مدير ولا محامي ولا دكتور إلا وعملتوا معه مقابلة، حتى آذن وزير البوادي والقفار عملتوا معه مقابلة إلا أنا. بقى شو؟ شو القصة؟ احكي مع المدير العام؟ اطلب منه توقيف البرنامج؟ لا طول بالك سيادة الوزير، ما في داعي لهالشيء أبدا، أنتم مكانكم محفوظ ومغادراتكم متميزة. الحقيقة نحن كنا ناطرين الفرصة المناسبة لحتى نتصل فيكم ونساوي معكم مقابلة مدروسة. على كل إن يبدو أنه الوقت إجا، ولهالسبب اللقاء القادم رح يكون معكم لو تكرمتوا. بقى حضروا حالكم، الله معكم. شفت يا غندور؟ شفت شو ساويت لك فيهم؟ الله وكيلك هذا مدير البرامج قلب قدامي على التليفون قدر كمشي، واحتار شلون بده يراضيني حتى ما يطلع خلق علي. كان لازم تساوي فيهم هيك من زمان، انا لو كنت محلك كنت بحكي مع الوزير مباشره. لا 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 ما في داعي، عملت لهم فركه اذن والجماعه كانوا رح يبوسوا ايدي لانه شعروا بالذنب. بقى الله يرضى عليك يا غندور، بعت لي ورا الاستاذ درويش الفراهيدي مشان يكتب لي الكلمه اللي بدي القيها ببرنامج رولا على الهواء. سوا على الهواء. سيدي ليش لحتى درويش يكتب لكم اياها؟ انا بكتبها مثل العاده بعد اذنك. انت اسكت وضب لسانك بحلقك ولا تحكي ولا كلمه. ها ليش سيدي؟
يخرب بيت قلبك. قال ليش؟ لك ما بتتذكر لما شكلت لي الخطاب اللي ألقيته بمؤتمر مكافحة الجرائم شو صار فيه؟ العمى بقلبك على هداك اليوم البغيض. ولك يا زلمة خليتني ارفع المجرور وجر المرفوع. حتى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم شكلت لي اياها غلط وخليتني اقول بسم الله. حتى اني سمعت واحدهم عم يقول جيت الجراد على هالبلد اهون من هالخطاب. بقى اتصل لي بالاستاذ الفراهيدي وحاجتك بقى ادعاء ومنفقة. يلا مسؤولين كحجر الطاحون الثقيل. المنصب ليس شو عم تقرا؟ يا ستي عم بقرا الكلمة اللي بدي ألقيها ببرنامج سوا على الهواء. شو لهلأ ما حفظتها؟ كل ما فوت بلاقيك ماسك الورقة وعم تقرا فيها وتحفظ، لكن اللي بيشوفك بيقول عندك امتحان. ليش مفكرة الشغلة سهلة انتي؟ البرنامج بده ينزاع على الهواء يا سميرة، يعني ملايين الناس عم تبحل عيونها بالشاشة وعم يستنوا كل كلمة بدي اقولها. بعدين لا تنسي انه الي اعداء كتير وحاسدين اكتر وغيورين وكلهم عم يتصيطوني على غلطة، ومشان هيك لازم فوت عليهم فرص شماتة. يعني كل كلمة لازم اقولها لازم تكون بميزان، كل تعبير لازم يصدر مني لازم ينزل سقف بمحله. الله يوفقك يا رب. المنصب ليس امتيازا ابدا، بل هو مسؤوليه معلقه في رقبتي ورقبه المسؤولين كحجر الطاحون الثقيل. سياده الوزير، نحن جهزنا كل شيء والمقابله مع حضرتكم راح تكون بعد بكره، فاذا عندكم اي استفسار نحن جاهزين من هلا. لا لا ابدا، انا جاهز، وخاصه اني اخذت منكم الاسئله قبل بوقت وجهزت حالي على الاخير. طيب سياده الوزير، وين بتحب يكون اللقاء؟ والله انا بفضل يكون بشي مزرعه، يعني هيك بالهواء الطلق، باعتباري مثل ما بتعرفوا وزير النحل والثروه الطائره. مزبوط، معك حق، لانه اللقاءات اللي عم نسويها بالمكاتب عم تكون كتير ممله. اصبح انا بقترح يكون وراكم بالمقابله شي 3 4 خلايا نحل، شو رايكم سيدي؟ مليانين؟ لا سيدي فاضيين، وبهالطريقه بيطلع المصدر وراكم كتير كتير طبيعي. ما في مانع، لانه كل شي غير مفتعل وتلقائي بفوت لقلب الناس بسرعه. مزبوط. استاذ فؤاد، شو رايك هيك نسوي ديكور من عنا ما بدها ديكورات المساله، يعني ما في احلى من منظر خلايا النحل، وبتصور هالشيء كافي. طيب سياده الوزير، حضرتك بتفضل تحفظ شو بدك تقول بالمقابله ولا تقرا الردود من على الورقه؟ لا لا، شو من الورقه، في عندي كلمه لطيفه حافظها بصم وراح تعجبكم اكيد وتعجب الجمهور ان شاء الله. اصبح موعدنا بعد بكره الساعه 5، بناسب حضرتك هالموعد؟ طبعا بناسبني، بناسبني تماما آنسة فتيتان. وصلت صورة؟ انظر حولك. زهير يعني ضروري المكياج يا آنسة؟ ايش هو انا ممثل؟ ليش بقى؟ مشان ما يطلع وشك اصفر، لانه نور الشمس والاضاءه بيمتصوا لون الوش. ايوه هلا فهمت عليكي. اصبح وينك؟ روحي لي هالتجاعيد من وشي، اسمها صارت وصارت. لا لا اوعك، شو عم تعملي انت؟ عم بحط لك فوندتا. لا 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 ما في داعي، هذا بتحط منه مرتي، ما في عندك منه رجالي؟ كله نفس الشيء استاذ. لا 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 تحطي منه، انتهينا الله يرضى عليك. شو عم تعملي؟ عم بخفي لك الشامه. لا تغطي شيء، خليني على طبيعتي. والوزير بالنهاية بأفعاله مو بجماله. لا تروحي بعيد، هي كلينتون كان جميل بالصورة بس قبيح بالأفعال، وبالمقابل هي غاندي كان قبيح الصورة بس جميل بالأفعال. بعدين كل هالقد شايفتيني بشع حتى بدك تنزلي فيني معط بالبودرة والحمرة؟ لا العفو سيادة الوزير، سلامتك. فبتوني صرتي جاهزة؟ أوكي شباب، شو صار معنا؟ يلا خلصونا رح نطلع الهواء شوي تاني. ساعة الوزير نحن صرنا جاهزين، شرفوا إذا بتحب. طيب ماشي الحال، بكفي هيك يا انيس، ضايقت خلاقي رح انام. سيادة الوزير باقي 10 دقائق، جاهز؟ اي نعم جاهز. يا شباب استعداد. عفوا سيادة الوزير، صاير شيء؟ ما بعرف بس كأني سمعان صوت نحل. فضيت الخلايا من النحل يا غندور؟ نعم سيدي فضيناها، أنا والنحال نقلنا كل النحل.
والملكة؟ أول وحدة نقلناها. اسمعوا يا شباب، بقيان 3 دقايق وبيبدأ دورنا بالأقمار الصناعية، جاهزين؟ يا جماعة عم قلكن سامع صوت نحل، شوف الخلايا يا غندور. والله يا سيدي شفناهم ما فيهم ولا نحلة. لا، لأنه مو وقت تقرصني نحلة هلأ، عندي اجتماع بعد المقابلة مع ملكة جمال العسل الهولندية، يعني مو حلوة أقابلها وشي منفوخ ورقبتي ورمانة وكأنه حدا حاضضني ويمكن اتعشى معها. شفناهم ما في ولا نحلة يا سيدي. أوكي ماشي. لا مو من شان شي، بس خطرة على الحياة قرصة النحلة، لأنه أحياناً في نحل سام وخايف تكون شي نحلة غريبة مندسة بمناحلنا. اندس حدا بمناحلنا يا غندور؟ سيدي بعدين النحل قرصته مفيدة وبيعطي مناعة للجسم. ما بدي هالمناعة هلأ. تعطي مناعة وغير هيك النحل ما بيقرص وزيره. راس هلأ بلا خف الدم غندور. أمرك. آسف سيدي. يلا افتتان استعداد. يلا عطونا 5 على الأول. يلا 5 4 3 2. سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم. نحن الآن معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم سوا على الهواء. معنا اليوم مسؤول هام نشيط مخلص ومتفان في عمله، رح يكون ضيفنا لمدة نصف ساعة. منرحب معكم بسيادة الوزير، وزير النحل والثروة الطائرة، والثروة الطائرة، الأستاذ محمود أبو الجود. اهلا وسهلا فيك سياده الوزير ببرنامجنا. اهلا وسهلا. سياده الوزير، نرحب فيك اولا ونقول لك اهلا وسهلا على تلبيتك لدعوتنا. شكرا شكرا. بادئ ذي بدء اصارح اخوتي المشاهدين بان المنصب الذي اتبوأه ليس امتيازا ابدا، بل مسؤوليه ثقيله ملقاة على عاتقي أو معلقة في رقبتي ورقبة كل مسؤول كحجر الطاحون الثقيل. وكم كنت أود ألا أكلف بهذه المسؤولية وأن أبقى حرا طليقا أتنقل كالنحلة من زهرة إلى زهرة، ولكن غيرتي على مصالح وطني ومصالح أمتي أجبراني على تحمل هذه المسؤولية. واسمحوا لي أن أردد على مسامعكم الآن قولا حفظته، قولا جميلا حفظته منذ نعومة أظفاري: برئت ذمة الرجال ممن يجد أمته في معترك ويبقى متفرجا ولا يمد لها يد العون والمساعدة. الله الله الله، كلام رائع الحقيقة. سيادة الوزير، هل تسمحون لي أن أسألكم بعض الأسئلة لو سمحتم؟ ايه تفضلي أنسف تيتان، أنا مستعد لأي سؤال مهما كان. سيادة الوزير، إذن ما هي العراقيل والمعوقات والإرهاصات التي تعترض الثروة الطائرة الآن؟ بالنسبة للثروة الطائرة يا أنسة افتتان، أمثال العصفور والزرزور والشحرور وأبو الحن والحجلقلق والبط وأبو سعد، فأهم المعوقات يا أنسة افتتان هو انتشار الصيادين بأنواعهم، يعني جفت، بارودة، فخ، شبك، دبق، نقافة، يعني هالصيادين هدول ما خلوا ولا طير يطير بالسماء. بتصدقي يا أنسة افتتان اني ما شفت عصفور دوري من اكثر من شهر. اصدق اصدق. حسنا سيادة الوزير، ما هي الاجراءات يلي اتخذتموها حضرتكم لحماية هذه الثروة الطائرة؟ سؤالك جيد. نحن رح نحط لافتات تحذيرية للصيادين ورح نهددهم بالحبس والغرامات ومصادرة أدوات الصيد. جميل جميل جدا. إذن ما هي العراقيل يلي بتعترض زيادة هذه الثروة العسلية؟ الحقيقة العراقيل كثيرة، أهمها انتشار الزنابير الحمراء التي نسميها بالعامية دبابير. وكيل عن أخت النحل عرس على أخت المقابلة شو مشؤومة، عم شو إني حمار جحش معبب بنطرون، يعني كان ضروري اختار هالمكان.
سيداتي سادتي، نعتذر عن هذا الخطأ الفني الطارئ ونعود بكم إلى استوديوهاتنا لمتابعة برامجنا من هناك. فإلى هناك. يخرب بيتك يا غندور على العملة اللي عملتها فيه. يا سيدي ما عملت شيء، مثل ما طلبت مني سويت. ولك خراس، لك مين جاب النحل الشرس للمنحلة؟ بجوز اللي عضتك مو نحلة، بجوز دبور متسلل غريب. لقربك وحدة تسهل أمرك، وين بدي ودي وشي من الناس هلا وين؟ عادية عادية، ما حكيتوا شيء. شلون ما حكيت شيء بقى؟ وهالمسبات اللي طلعت مني قدام العالم وسمعوا الملايين. ولك اخ يا سواد وشي قدام الجمهور، يعني شو بدهم يقولوا عني؟ اكيد رح يقولوا شو هالوزير اللي يلي لسانه فلتان مثل زعران الشوارع. اخ لا حول ولا قوه الا بالله، انا تبهدلت يا غندور، تشرشعت. محشوم 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 سيدي. ايه خلاص هلا خلاص، ناولني اللحشه. يلا شباب ضبط بفركشنا. يلا سميرة، يا سميرة. نعم حبيبي. انت امتى سكرتي التلفزيون؟ طفيته من شي 10 دقايق. سكوت يا ابو الجود سكوت، كان طالع برنامج كوميدي بيطير ضبنات العقل، اشتهيتك تشوفه. يا لطيف شو بيضحك. بيضحك لك اخ اخ. شو ابو الجود، ما بدك تاخذني نتغدى بشي مطعم؟ لا لا ناقصني فضايح يعني. لك لوين طالع؟ تعبان شوي، بدي اعمل حمام ونام. ومين ما سالك عني قولي له مو فاضي، مسافر مو هون. قولي له اللي بدك اياه. عفوا مين حضرتك؟ نسيت الوزير. بس ليش شو عم تعملي انت هون؟ شو عم تعملي ورا مكتبي؟ عفوا استاذ، بس كنت عم اكتب لك ملاحظه. ملاحظه شو؟ اتصل فيكم مدير البريد السريع. اتصلي لي فيه فورا. حاضر استاذ. الله يجيرنا من هالنهار. امين امين يا سيدي. تفضلوا احكوا استاذ. الو، احترامي ابو عادل. طبعا بمكتبي، وين بدي اكون يعني؟ امبارح وين كنت؟ قال يعني ما بيعرف. وين كنت؟ والله كان عندي شغلة صغيرة يا ابو عادل. لا لا ما في شيء. صوتي عم يرجف؟ لا لا ما فيني شيء. اطمن اطمن، الله معك، مع السلامة. هذا اكيد شمتان فيني. يا ديما. نعم استاذ. مين اتصل فيني كمان؟ استاذ اتصل فيك وزير التصنيع الفوري، وزير الحواجز والمطبات، وزير الاعاشه والشباب، واتصل فيك كمان مرتين استاذ عوني جلد النمر. طيب يا ديما، مين ما اتصل فيني من هلا ورايح انا مالي هون، مفهوم؟ مفهوم استاذ. سمعان مين اتصل فيي يا غندور؟ اتصلوا فيي جميع الوزراء يلي بعمرهم ما اتصلوا فيي. لا ومين اتصل فيي كمان؟ عوني جلد النمر. ومنو هاد سيدي عوني جلد النمر؟ ولك يخرب بيتك، عوني جلد النمر ما عرفته؟ ولك هذا عنده إقالة الوزير وشيلته مثل شربة الكازوزة. وهلا شو ناويين تعملوا؟ شو بدي ساوي يعني؟ لازم اجمع المستشارين الخاصين لمعالجة الأزمات السريعة واطلب منهم يلاقوا لي حل لمشكلتي. انا بقترح يكون معهم فؤاد، فؤاد معد برنامج سوا على الهواء. معك حق، بركي بفيدنا بشي رأي، مع اني حالف يمين ما اخذ برأيك منوب. بس ماشي الحال، رأيك هالمرة صواب. اطلب لي مستشاري الوزارة لاجتماع طارئ اوام. فورا فورا سيدي. انا يا جماعة ما بنكر اني بسب احيانا وبشتم، بسب وبيفلت لساني مني فلتة اخت ملعونة، واحيانا اخرى بيتبرى لساني مني من كتر ما هو زفير. بس بالمقابل بتمتع بقلب طيب وسلوك حميد. ويلي زعجني بالمسألة يا مستشاري انه ما فلت لساني مني الا بالتلفزيون وقدام الكاميرا على الهواء اول بس شغال. بقى شو بدهم يقولوا عني هالجماهير؟ شو بدهم يقولوا ملايين الجماهير عني؟ بتصدقوا اني كل ما شفت واحد سواء بالطريق ولا بالوزاره ولا على التليفون بحسه عم يقول لي شو يا سياده الوزير،
شو يا محترم؟ من أمتى تعلمت هالمسبات الدسمة وهالشتائم الزفرة؟ يا ترى بالخمارة ولا بالمأمرة؟ بقى دبروني يا جماعة، دبروني يا مستشارين، لأني بالفعل تبهدلت وتشرشحت وقلت هيبتي وفقدت احترامي وأسهمي صارت بالحضيض. بقى إذا كنتوا شاطرين التمسولي المعازير، لا قولي تبرير لهالسقطة الشنيعة. يعني مثلا إذا إجاني صحفي أو محقق، شو لازم يكون جوابي إله؟ يا سيدي أنا بقترح تقله إنك كنت مرضان أو سخنان لما ساويت اللقاء، وفجأة ارتفعت الحرارة معك وضرب أحد فيوزات المخ. بدك تضرب لي فيوز مخي؟ لا 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 لا، هذا حل سخيف ما اقتنعت فيه. غيره سيدي، أنا بقترح تقول إنه صار تشويش وعطل فني بالإرسال، قامت اتدخلت محطة مغرضة وبثت هالشتائم على نفس التردد. لك شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ شو هالتخبيص هاد؟ كمان ما اقتنعت. سيدي انا بقترح تقول انك كنت عم تمزح مع الجمهور. اقتراحك غبي. غيره. طيب سيدي، شو رأيك تقول انه هالمسبات موجهة للإمبريالية والصهيونية العالمية ومن لف لفهم؟ بس يا اخي بس، شو هاد انت ويا حاجتكم سخافة بقى؟ اجبناك يا عبد المعين لتعيننا، تاريك يا عبد المعين تنعان. شو يا أساس فؤاد؟ شايفك ساكت ولا حكيت ولا حرف؟ شو مو عاجبك حديثنا يعني؟ لا العفو سيادة الوزير، بس أنا برأيي إنه المسألة كتير تافهة وما بدك لها التعيد، أصلاً ما في داعي تحكوا فيها. صدقوني إنه مسألة كتير تافهة. لسه بيقول لي تافهة؟ شلون تافهة بقى؟ ولك يا بني آدم أنا أطلقت شتائم سوقية رزيلة قدام الملايين من الجماهير وبتقول لي تافهة؟ عفواً سيدي، بس في مجال أحكي معكم كلمتين على انفراد؟ طيب تفضلوا لو سمحتوا. لازم تفضل تفضل. انا معك. الثاني غندو قوم الحقهم، سكر الباب وراك، لا تحط اطراف على الحيط وتتجسس. حاضر. هات لشوف، ليش بدك ياني ما اكل هم؟ سعادة وزير، حطوا ايديكم ورجليكم بمي باردة وكأنه القصة ما صارت من اساسها. لك رح تجنني انت، ايش لومبا؟ يا سعادة الوزير، هذا البرنامج اللي بعده أنا يعتبر من البرامج اللي ما حدا بيشوفها، مثل البرامج المنسقة واللي بطلت موضتها من زمان. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك، ما في غيري أنا وهالكم واحد منشوفه وغصب عنا كمان. شي؟ وليش عم تساوي لكان؟ سيدي هذا البرنامج يعتبر من برامج الحشو. شو يعني؟ ما فهمت عليك. يعني سيدي هذا رزقة، رزقة بنسترزق فيها نحن. نعم؟ عم تسترزق منه؟ يعني ما حدا سمعني من الجماهير؟ ابدا سيدي، ما حدا عارف شو صار ولا حدا فتح التلفزيون على البرنامج من اصله. اذا كان هيك طمنتني. الله يديم علينا هيك برامج حتى تستر عورتنا. سميرة، خير سميرة؟ أهلين أبو جود. شو رأيك نطلع نتغدى بشي مطعم؟ بس أنا طبخت لك اليوم. بعرف بعرف، بس أنا حابب أطلع حتى أختلط بالناس وشوفهم ويشوفوني. مبارح قلت لك امشي نتغدى بشي مطرح ما رضيت. لك مبارح شي واليوم شي، جبنك بمبارح. طيب حبيبي، أنا ربع ساعة وبكون جاهزة. وينك سميرة؟ نعم. بدي أسألك سؤال. تفضل. انت لساتك بتحترميني؟ يوه شو هالسؤال هاد؟ يعني ما شفتيني مبارح بالتلفزيون؟ يبعت لحم على هالنسوة. انا اسفة حبيبي، مبارح التهيت بالحديث مع اختي على التليفون، كانت عم تعلمني طبخة الملفوف. يبعت لحم ان شاء الله. الله يكتر خير الملفوف. يا لطيف شو بحبها لهالأكلة، بحبها كتير. بو فارس عنده جنيني عكتف العين، تفاحتها يا عيني بملوا العين. بو فارس عنده جنيني عكتف العين. يلا يلا بو عجلي، يلا يلا. بو فارس عنده جنيني كلها أسمار وعم بتغني، عغصانة جوقة أطيار. خفي ايدك يا زينب،
صار وقت جاي عمك ابو فارس من الحقله. ايش بدك يعني يساوي؟ يعني ما كانت تسوي الطبخه معي. شلون ما كانت تسوي؟ ايش عم تطبخي خروف محشي كلها لقمه برغل بكوسه؟ صحيح، بس يمكن البرغلات قاسيين شوي مرت عمي مشان هيك ما عم يستوي. لك ولي شو حوبي، ضيفي لك كيلة مي بيمشي الحال. هيك قلتك مرت عمي؟ اي لكان. قومي قومي هاتي. اي بس بخاف تتخبص الطبخه. لك ولي على الغشي مساعده انه لقيت بدي ضل علمك. ولا خفيه بقى، هلا بيجي فارس بلاقي الاكل مو خالص بيفتح باجوع علينا وبيعملنا سرعه. لكان مرت عمو رح ساوي سلطه لبن بخيار لبين ما تستوي الطبخه، شو رايك؟ ولك بس يا حوبه، مرت عمو بحطوا لها سلطه اللبن بخيار نعناع يابس. ايه بينحط لك انت، بينحط لها. لك ولي على قامتي ولي على حظي ولي على جوزناك يا فارس لحتى مرتك تعيننا. اتاري يا فارس مرتك بدها 10 زلم لحتى يعينوها والعريضه ان شاء الله. يا رايحين ع حلب حبي يا معاكم راح، يا محملين العنب تحت العنب تفاح، كل من حبيبه معونا حبيبي راح، يا ربي نسمتها ترد الحلو لي. الله يعطيك العافية يا ابو عجلي، صحة وهنا. أنا رايح أتغذى وأنت كمان، وأنت كمان، هاي زوادي هاي زوادي كل منها. أنت اشتغلت اليوم يعني شغل 10 ثوار من عمرك، الله يعطيك العافية. وأني ممنون منك كثير يا صاحبي، ممنون منك كثير يعني، وبعتبرك بمقام أخي الأكبر، ورب ثور لك لم تلده أمك. تعال جاي أبو عجلي، هاي كمشت بندو حلي فرصك فيها تستاهل، وهي كمشت فستو مزمزن على مهلك بتستاهل. سلام عليكم. مرحبا يا بيه. أهلين فارس، شلونك اليوم؟ نشكر الله. شو هلق جيت من المدرسة انت؟ ايه والله قلت لحالي بمروا لعندك بروس سوا على الغداء. شلون كان هرك يا بي؟ بصراحة يا ابني تعبت كثير اليوم، يخرب دياره الأرض مش عم تنقلب معي بسهولة، حجارة مثل الصوان. بدك الحقيقة يا بي مو الأرض يلي قاسي. إلا مين القاسي؟ ما بعرف، يعني أنا بخاف إلك الحقيقة تقوم تزعل مني. لا قول، معقول أزعل منك يعني؟ يا بي أنت يعني ملبك حالك، يعني حاطط رجلتينك بصر ماية وحدة. شلون يعني؟ يعني بدك تفلح وتبدر وتعشب وتزرع لحالك، وإذا أجيت الحق يا بي الأرض مو قاسية بنوب، بالعكس أطرى من الحنة، بس كل الحق على أبو عجلة. شبو أبو عجلة؟ شلون شبو؟ عد على صبيعك لإلك، أولاً ختيار وصار عزمه ضعيف وحيله مهدود، ثانياً لا تكمل يا فارس، لا تكمل. أنا ما بسمحش لمخلوق على وجه الأرض إنه يجيب سيرة أبو عجلة قدامي، لا بخير ولا بشر، بقى غير لي هالسيرة بكون أحسن. شفت شلون زعلت؟ معلوم بدي أزعل. يعني كون بمطرحي انت واجا زلمي وقعد يغتاب صاحبك وينتف بريشه قدامك، شو رح تعمل انت وقتها؟ ها؟ اكيد رح تزعل ويمكن تنفض كفين بالمقلوبة على حنكه حتى يوقف النميمة. لا وخاصة اذا كان كلامه افتراء ومش مزبوط يا فارس. إيه بس انا كلامي مزبوط. لا ابدا ابدا بتاتا مش مزبوط. وليش مو مزبوط بقى؟ لانه بو عجلي مش ختيار. بو عجلي لو ربطته بالجبل بزحزعه من مكانه. يا بي الله يخليك، اسمعني منيح هلا ولا يطلع خلقك علي. هلا قديش العمر الافتراضي للثور؟ بيعيش كثير، بيعيش اكثر مني ومنك. كان عند جدك ثور عاش اكثر منه. طبعا، لانه جدي الله يرحمه مات وعمره 27 سنه. المهم العمر الافتراضي للثور هو بكامل صحته وقوته، يعني بدك تقول شيء 20 سنه، ومن بعدها خلاص ببلش ينوص ويضعف ونظره بخف وعيونه بتعمش وبتنزل عليها المي الزرقاء وبصير معه عمى الوان. ولك اخ اخ، بس بدي افهم يا فارس، شو يلي مخليك نتغاروا من ابو عجلي؟ يعني حرام يكون في صداقه شخصيه بيني وبين هالمخلوق؟ ولك يا فارس يا ابن المدارس، صداقتي مع هالمخلوق صداقه محب لمحب. ايه طبعا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة،
ولكن عين السخط تبدي المساوئ. لا مش صحيح، بو عجلي ما فيهوش ولا عيبي وحدي، بتحداك هالرجل هذا هالثور يعني كامل مكمل محبك مبكل، بالقوة أقوى من 20 حصان، بالصبر أصبر من 100 جمال، بالتحمل بيتحمل أكثر من 50 حمار، وبالذكاء أذكى من 700 قرد. وأني بستغرب شلون هايك بقيسوا قوة محركات، محركات السيارات يعني، بالأحصنة لازم يقولوا هالمحرك قوته 50 ثور مش 50 حصان. فعلا هزولت يا فارس هزولت. بعدين تعال أقلك، الحصان مخلوق مايع مدلع بيطول شعره وبيعمل ثلب حصان من ورا. لا وفوق هالشي بيعلموه الرقص، بيصير ينطوط ويقمز مثل الست المغندرة قدام البشر. انت بعمرك شفت بو عجلي عم يترقص ويتنطوط بالحقل مثل الحصان المخنف؟ يا بي الله يخليك، هلا شو بدنا بهالقصص؟ شلون شو بدنا بهالقصص؟ بعدين الشاعر لما مدح امير المؤمنين شو قال له؟ ايش بعرفني انا شو قال له؟ قال له انت كالتيس في قوه التحمل وكالثور في قراع الخطوب. على عيني وراسي يا بي، بس انا كان قصدي لا لا، حتى تعرف اني انا بعرف شعر مش بس انت. فيك البركه يا بي الله يخليك، بس هلق ليش انت بتحب تاخذ صد وتعطي رد؟ خلاص بو عجلي مفضل علينا كلنا، وهالصديقة يلي بيني وبينه قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. أنا بحترم جهوده وبكرمه وهو بيساعدني بالفليحة من تمساكيت. شلون يعني من تمساكيت؟ ما بعجلك خسرتك السنة الماضية؟ شو قوام نسيت؟ معلوم بده يبعجها ويطعجها ويبقرها بقر كمان. وليش بقى؟ معلوم معلوم، لأنه الحق علي أنا. أنا شغلته أكثر من 8 ساعات عمل بدون ما دللوا ادفع له إضافة. أبدو يثور علي ما فيهاش حكي. أصلاً هالثورات يا فارس بالعالم كله منين جاي؟ من ناس ثاروا مثل بو عجلي وطالبوا بحق. ولك يخرب بيتكن يا متعلمين، حتى الثور إذا شعر إنه تاكل حقه بثور فرد ثورة مش بيخنع مثل البزيقة. هلق انت عم يعطوك حق الدروس الإضافية بالمدرسة؟ مين يا عسرة؟ عم نداوي صبح ومساء وعمل طوعي إجباري وأوفر تايم وبأيام العطل وما حدا لحدا، كلمة يعطيكم العافية ما في. ودخلك شو عملته؟ عملتوا عريضة احتجاج؟ طالبتوا مقابلة الوزير؟ أه؟ شو عملته؟ طبعا يا بي، لأنه المهم هلق ما بدناش نكثر حكي، بو عجلي عندي أغلى من أولادي، ولأنه من جيلي رح أقول أغلى من كل أصحابي. بقى خلص يا فارس، سكر لي باب الحكي وأسكت أسكت. حطي مخلل يا زينب من الخابية اللي جوا. حاضر. مخلل الفلافلة ولا لفت مرت عمي؟ ليش بقيان عنا لفت يا حبي؟ حطي مخلل خيار وفلافلة. حاضر مرت عمي. اتقربش على هالموضوع بتاتا. يا بي انا ما حكيت شي غلط. غلط ولا صح؟ انا ما بحب حدا يتدخل بموضوع بو عجلي. فهمت ولا ما فهمت؟ يعطيك العافية. أهلين أبو فارس. خير شبك عم تتخانق أنت وابنك؟ أنا ما عم بتخانق مع حدا، بس ابنك فارس الله يحرس لك إياه حامل السلم بالعرض وماشي بسوق الحمدية. أنت وياه. شو طابخين يا ترى؟ أبو شلهوب. أبو شلهوب؟ البرغل المسامير الركب يا أم فارس. شبك يا فارس ما تقعدقات؟ يعطيكم العافيه. الله يعافيكي. الله يعافيك. هاي شو يا ترى طبخ مين اليوم؟ طبخك ولا طبخ امي؟ لا طبخ زينب. الواحد يحكي الدغري، هي الدرسانه صاير طبخه كتير كتير ظريف. جرب جرب ابو فارس ودوق. معلوم الله يعطيها العافيه، طبخها زاكي ولذيذ.
مرت ابنك ملحيس هذيك كل ما بيقولها جوزها يا فاطمة اطبخي حاجتنا حواضر بتقول له مريضة بيقول له قومي كلي بتقول له وين معلقتي العريضة مو لهالدرجة انت الثاني روح الله لا يعلي حدا بلسانك مش هذا هو الواقع يا ام فارس يخرب دياره مثل القنفذي لا بتنعض ولا بتنباس ولا خرج الواحد يحطها على الراس هل هيك بتحكي عني لما بكون غايبه عمي لا ولا انت ما فيش منك بس هذيك غشيمه ومعتره ولحد هلاق ما بتعرف البقدونس من الكزبره الله يعينك يا ابني ملحس عليها يعني عديمة الخواص والفايدة يعني مثل أبو عجلة أمنت بي الله على هالنهار هلا اقتنية ما رح نخلص من نقك أنت يا فارس اليوم خير شوفي ابنك هالمنظوم حاطط كعارة وبكعار أبو عجلة لوين بده يوصل بالنهاية شو بده ما كنتش أفهم يا أمي الحق بإيدي أبي كل يوم عم يطعمي أبو عجلة نص كيلو لوز وجوز وبندو وفستو يعني هالسنة مونة مكسرات ما في صحيح يا أبو فارس هلق بس بدي أفهم أنتو ليش متضايقين من أبو عجلة ليش إيه أبو عجلة بيستاهل وخدوم بعدين لا تنسوا إنه رفيق عمر وصديق درب يعني ولولاه ما كان في عنا مواسم يا أم فارس وشو بيقول لك المثال يلي بيرفعك على ظهره حتى تخطف تين أول تين بتخطفها طعميها هيك الأصول بتقول ولا شو رأيك يا أم فارس شو بدك برأيي هلأ تيني لا قولي يا أم فارس قولي شو بدي أقول يعني إذا وافقتك على رأيك رح أصير فهيمة بس إذا خالفتك بدي يكون بهيمة بقى شو الفايدة؟ يعني انت كمان يا ام فارس ضد ابو عجلة طيب بسيطه وانت يا زينب شو رايك ابو عجلة ليش من امتى كنت اخذ رايي مو انت دائما بتقلي انه انا مثل الناموسه يلي هدت على ظهر الجاموسه قالت له صباح الخير يا ستي قالت له ليش بلا زغره منو انت مو انت هيك دائما بتقلي عمي لا 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 قولي ولي قولي ولا يهمك صراحه عمي كلنا بالعيله ضد ابو عجلة هيك لك مؤامرة جماعية يعني طيب شو السبب؟ بدي أسألك يا زينة نطحك شيء؟ هذا اللي كان ناقص رفسك شيء؟ ما أحلى والله عظك شيء؟ فشرت عينتينه باسك شيء؟ يولواه الواه تبوسه حي بسبع روس إن شاء الله لكن شو سبب العداوة لهالمخلوق؟ السبب إنه وقته انتهى صلاحيته خلصت شكرا لمساعي لازم ينحال على التقاعد بقى ينحال على التقاعد طبعا لانه صار له عمر بيناتنا يحلو يفرقنا بريحه طيبه بقى ان شاء الله ريحته الطيبه تخنقك خنق فهمتي ولا ما فهمتي ما بعرف هذا رايي هذا رايي وصار لك راي كمان اصلا انت مثل الناموسه يلي هدت على ظهر الجاموسي قالت لها صباح الخير يا ستاي قالت لها بلا الزغرة منو انت امرك عمي يا بي بدك مختصر الكلام هات تشوف نحن هلا بدنا تراكتور شو هذا تراكتور لانه بصراحه راحت ايام الجواميس والتوار فهمت علينا بقى ها هلا فهمت بدكم تراكتور لك ايه طبعا لانه الارض ما عادت تنقلب مع ابو عجلة هو اذا بده يقلبها ويفلحها ويعمل جهده بده شهر على القليله اما تراكتور
بلمح البصر، ولك بلمح البصر بيقلب لك عليها واعطيها. يا بي الله يخليك، نحن هلا باخر القرن العشرين، يعني فايتين على القرن الواحد والعشرين، وزمن الحيوانات التوار والبغال والحمير والجحاش خلاص راح. ولا صحيح هي خدمتنا كثير وإلى دين برقبتنا، بس خلاص الواحد لازم يلحق مصلحته. بعدين عمي لا تنسى انه فارس بيعرف يسوق على التراكتور، تعلم بالجيش يقبر قلبي. اي مزبوط يا بي مزبوط. بعدين يعني انت لازم ترتاح، صحيح انا معلم مدرسه قبل الظهر، بس بعد الظهر فاضي، يعني بساعدك شوي بالفلاحه. يعني هلق انتو بدكم تستغنوا عني مثل ما بدكم تستغنوا عن الثور؟ لا يا بي الله يديمك، مو هذا القصد، بس يعني نحن هلا صرنا بزمن الاله، مو حلوه نضل عم نحرط على التور. لك عم ولا ملحس؟ عمو ابو مرته هذا العم الجاهل اشترى تراكتور وعم يفلح فيه ارضه، ومواسمه عم تغل ذهب احمر. مو مثلنا يا حصرتي على حالنا، كل مالنا لورا مثل بعر الجمال. طبعا عمي، لانه سكه التراكتور بتدخل بالارض نص متر، اما ابو عجله اي ما عم يقدر يدخل السكه بالارض نص شبر. بعدين يا ابي اسمع لقلا، 100 فلاح ببوس ايدك وشه وقفل حتى يستاجر التراكتور لما بيكون فاضي. يعني باقل من سنه بتطلع حق التراكتور وازود كمان. هي من جهه، ومن جهه ثانيه ابو عجله صاير فجعان كثير كثير، واكله زايد عن الحد، يعني يا دوب عم نلحق له برسيم وقش وتبن. اي قسما بالله قسما بالله عجزنا عجزنا على المظبوط. وبعدين يا ريت اكله على قد فعاله، اخونا بالله بيقوم بحس له حوصتين بالارض وبيركض ركض لحتى يتفيا تحت التوته. يعني بالمختصر المفيد صاير كتير بطران وكسلان وفجعان. بينما التراكتور فنجانين بنزير بينكتلك الارض نكت، ولا بياكل ولا بيشرب لا لوز ولا جوز، لك ولا بيختير ولا بيهرهر، ولا بيموت ولا بيمرض، ولا بيكل ولا بيمل. طبعا عمي، لانه التراكتور مصنوع من حديد، يعني قد ما شغلته ما بيتعب، مو مثل ابو عجله ريته يضيع وما يلتقى. بعدين يا ابي هذا التراكتور قوته 85 حصان، انت بتعرف شو يعني 85 حصان؟ اكيد بيعرف، يعني بيقلب الجبل وبيطحن الحجار. ابو فارس خليك معي انا، اسمع لقلك تقبرني، هذا التراكتور الارض الجرده جردها بخليها جنه عدن وخضرة اليمن. بقى لك روح ابني، روح جيب لي دفتر الموديلات، يلا بسرعه روح رح جيبه. يلا. وانتو من زمان عم تفكروا بهالموضوع؟ بصراحه من شهر. طيب ابو عجلي ما حد نفكر شو بده يكون مصيره؟ يا بي الله يخليك ويطول بعمرك، خلينا بالمهم. هلا اسمع لك يا بي، نحن في عنا ثلاث قياسات، في عندك كبير ووسط وصغير، بقى شو قلت؟ استنى استنى، شو صغير انت الثاني؟ بدك تفضحنا بتضيع لك يا فارس؟ والله والله ما بقبل غير تراكتور كبير، هي كسرت الهاقها. ايه قلتك، شو نحن كل يوم نشتري تراكتور؟ طبعا كبير، ما حلوه بحقنا نجيب واحد صغير. امسك يا بي، خذ لك نظره شوف. طيب ابو عجلي ما حد فيكن فكر فيه؟ لك ولي على قامتي، من قله تور ما في منه خواص بيقول احلبوا، ولك انسالي انسالي يا ابو عجله، هذا من بالك انسى، خلي ذهنك معي. امراي ذهنك معي؟ معك معك امراي انتي. بكره من عند على بكره بتنزل انت وابنك فارس على المدينه، بتنقوا الموديل وبتنهوا الموضوع. طيب ما معيش مصاري، منين بدي اجيب؟ دبر راسك، بيعه لابو عجله بيعه والباقي بيتدبروا، لا تشكيلي وتبكيلي وتقلي معي وما معي، عظمك محشى ذهب جوزي وبعرفك. عظمي محشي ذهب؟ ايه الله يسمع من اثمك. يلا بنتي زينب امشي امشي، نحط له فواكه لعمك ابو فارس، امشي. يا ثور يا أجمل ثور، أرضي لولا جهودك بور، ولما عنك بستغني مو بكيفي الشغل بالزور. يا ثوري يا أقوى ثور، يلي عزمك ما بيخور، عمرك ما زرت الحكيم ولا مرة فحصك دكتور. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور يا عم. بصراحة نحن جايين نتفرج على تراك ثورات، إذا ما عندك شي مانع. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. إيه. لا
خلاص انا برعني خلاص لعيونك. ليك يا ابي ليك شوف لي هالوقت شوف ما حلو. إيه حلو كثير، بس يا ترى هذا اكبر قياس عنده؟ والله ما بعرف، هلا بنسال البياع يا معلم. طيب بعدين بحكي معك. الله معك، مع السلامه. يا اهلا وسهلا. امور يا عم. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. دخلك هذا تراكتور قديش مقاسه؟ يا سيدي عندنا 3 مقاسات، وسط وصغير وكبير. انتوا قديش مساحتها بتكون؟ مش كبيرة. يا عندك طول شي 40 دنو. يا سيدي هذا زينة العقل، بكفي بوفي، خلصت المسألة. طيب دخلك هذا شغل وين يعني؟ هذا صناعة محلية، يعني شي تجميع وشي تصنيع. ايوه، طيب تعطينا فكرة عن الأسعار. يا سيدي القياس الكبير حقه 770,000، والوسط 520، والصغير 460,000. خلص يا أبي، معناته نحن بناخذ الكبير. شو بناخذ الكبير؟ يعني شو مفكر أنت؟ أبوك مريولا ناير؟ يعني 770,000 كثير، يعني لو بعتني واشتريتني ما بجيبش هالمبلغ انا. ديني على كر، انت لا تاكل هم، خلاص بتدبر. ايه معلم؟ امور. امتى الاستلام؟ بعد الدفع فورا. طيب ماشي، لكن نحن يعني يوم يومين ثلاثة بالكثير بنجي لعندك ونتفق. يا اهلا وسهلا، تكرم عينكم. بس احجز لنا اياها. على عيني وراسي. طيب السلام عليكم. الله معكم. السلام عليكم. الله معكم. شلون بقدر بقى؟ ها؟ فهميني، كل يلي معي يا ذو بيطلعوا 300,000 ليرة، منين بدي اجيب لك مالي؟ يا بسمعنا لك، المصرف الزراعي عم يدين الفلاحين مبالغ كبيرة، خاصة يعني إذا كانت هالمصاري هي مشان خدمة الأرض. بقى شو رأيك تاخد قرض من المصرف الزراعي؟ مزبوط عمي، أكترية الفلاحين عم ياخدوا قروض وسلف. يا حبايبي عليك شو فهم؟ بدك اياني سلم رقبتي للدولة حتى تقصل لي اياها بليلي ما فيهاش ضوء قمر؟ وليش لحتى تقصل لك اياها بعيد الشر؟ معلوم يا عمي، لانه الدولة راح تاخذ مني فوايد، يعني ما راح تسلفني هالمبلغ على سواد عيوني. صحيح، بس فوايدها كثير بسيطة. قال يا ناس اسمعوا ويا خلق اقشعوا، شلون بسيطة ها؟ طيب يا سيدي، وفلنفرض انها بسيطة، يعني بدك اياني عيش عمري كله واني عم وفي ديوني للدولة؟ لا يا ابي لا، مو طول عمرك، يعني بدك تقول شيء 15 سنة. وك يخرب ديرك انت وافكارك بجاهل حبيب لمبيرك. ليش يا ابي ليش؟ ليش اني فكرك يعني راح اعيش 15 سنة لخرقي؟ لا 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 لا، ولا فعل عليك يا ابو فارس، الله يديمك فوق راسنا يا حق. ايه يا ابي، بقى شو قلت؟ ليش عاد إلي قول أنا؟ ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، أنتوا اللي عم تفصلوا وتقيسوا وتلبسوا وأنا قاعد بيناتكن مثل الطرطور. لا سلامتك أبو فارس، بتضل أنت الأصل. قومي زينب، قومي ساوي لنا برات شاي. عجلي وليه؟ تحضر مرتعة تقبرني، تعال. تفضل يا أبي، تفضل لهم. ما شاء الله كان عليك، خاصة أنت مهذب قال يعني وموجب. لك يا خي الأوراق كاملة بما فيها ملكية الأرض، وشهادة بأني غير مستفيد من قرض آخر، وشهادة تعريف من المختار. طيب بسيطة، بس صفي عليك شغلة واحدة فقط. وشو هي دام فضلك؟ بدك توقع لنا على سند رهن أرضك للدولة. يعني بدي أرهن أرضي للدولة؟ طبعا، وما بحق عليها لا بيع ولا شراء ولا تأجير إلا لبعد 15 سنة. يعني بالمختصر المفيد، ما بنرفع إشارة الحجز عن الأرض إلا لبعد ما تسدد القرض. يعني بدي أرهن الأرض مشان القرض؟ تمام. بعدين أنت ليش خايف؟ مش خايف، بس يا عمي الدولة يعني والمعاملة مع الدولة يعني دولة، يخرب بيتك دولة هي مش مسخرة. بعرف عمي بعرف، ولا يهمك، كله مضمون. تفضل وقع لهم. أبعرفش وقيع، بعمره ما وقعتش على ورقة. إيه بسيطة ولا يهمك، أعطيني بهمك. بهمك؟ بصم بصم. ها؟ أيوة. إيه؟ عن نسختين. ها؟ والثانية؟ بعد الثانية؟ نعم. هاي الثانية؟ يسلموا دياتك. الله يسلمك. تفضل، هاي نسخة لك ونسخة لنا. إمتين القبض؟ هلأ فورا، اتفضل على الشباك الثاني. يا سيد محمود، عد له 350,000 ليرة. شكرا خيي. الله معك. مرحبا محمود. يا اهلين عمو، اهلين. تفضل عمي، هدول 290,000، وقف مع جنب وعدهم منيح.
شلون 290,000؟ ها؟ أطرش أطرش النت أطرش أطرش ما بتسمعش يعنى؟ ليش الكلام الكبير عند الصبح؟ احترم حالك. الزلمة قال لك قبضني 350,000، شو ما سمعته أنت بالظاهر؟ سمعته، بس نحن حسمنا الفوائد قبل بسلف. بعدين بحب ذكرك لا تنسى كل شهر تيجي لهو مشان ندفع 2,000 ليرة. ها 2,000 ليرة؟ لكن القسط الشهري ولمدة 15 سنة. طولوا يا مرت عمي، طولوا كتير، ما بقى إلا يجوا. يا لطيف يا مرت عمي، قديش مشتاقة أشوف التراكتور. لك وأنا كمان، الله يرجعهم بالسلامة، بركي هيك بتتغير حياتنا شوي. سامع صوت؟ شوفي شوفي يا ام فارس، شوفي هالشوفي ما احلاها. يا الله ما احلى، يا الله ما احلى. لك حلو كتير كتير حلو، بجنن، مصروحين فيه. لك ابو فارس شايفه لونه ما احلى مرت عمي؟ إيه لك ما يبلى، ان شاء الله ما يبلى. لك فارس فارس شلون سواقته؟ مثل الحلاوه. بعدين وينك زينب؟ انا بعجبك بسواقه، الله وكيلك. فتلك بطرش المعزه تبع ابو داغر، برقت فيه بالنص، ما طرقت ولا بمعزايه، مع انه معزاياته كتير غلاظ وعفاريت. حلال عليك. هلا بدك تاخذني مشوار؟ ها رح فوت غير ثيابي والبس اواعي جديده. اقطع حبيبتي، ما بدي اوصيكي بهديل، هديل رفيقتك، هديل آدمية كتير. مبارح شكت لي عنك وقالت انك عضيتيها، بقى لا تعذبيها وتعضيها. مبارح نتفتي لها الريشة من الريشة. شبكي شبكي، لا تطلعي لا تطلعي فيني هيك، انت ما كنتي جوعانة. انا مبارح طعمتك شافت لحمة، عطاني اياها لحم ابو زكي لاني عاونته بتقطيع البصل، ولي خد هي لك. بس انا فضلتك على نفسي، وليه؟ طعمتك نصا ولا ما طعمتك؟ قولي صح ولا لا؟ وانت حبيبتي هديل، لا تطيري على اسطوح الجيران، لانه اطعم علي صاير عم يتملعن كثير، عم يتخبى هنيك من يومين صاد عصفور وستاتيه. الخلاصه انا بدي روح اليوم لعند فاطمه وامها مشان اخذ لهم الزنزق الكنزات لعند المعلم ابو سيعه ابو عيسى. بقى بدي منكم. عبد الخار، لك يا عبد الخار. مين عم ينادي لي؟ انا ابو عبده، افتح جارك. مرحبا ابو الخار. اهلين. يلا تعال معي بسرعه. تعال. لوين بدي اروح معاه؟ بدي طالع لي شوية رمل على السطح. يلا. بس أنا واعد أم لفاطمة مشان أخذ لها الكنزات لعند معلم أبو عيسى. لك يا أبو خير، مو وقت أبو عيسى هلا، كل شغلتك معي نص ساعة. يلا بعدين بتروح. يلا. طيب لحظة، خليني أحط صدر الأكل بال... لك أجل لي إياها يا أبو خير، الله يوفقك. عمي أبو عبده شوف، يعني أنا بحبك وبحترمك، الله يخلي لي إياك. لبقى تنادي لي أبو منخار، عم بزعج منك كثير. أنا عم بتزاول 100 مرة، صرت مفهمك ومنبه عليك، لا تنادي لي بهالاسم. شي ما طول عمرنا بناديك أبو منخار، شو بدنا ناديك يعني هلا؟ أبو سمرة. أبو سمرة؟ إيه أبو سمرة، شرف معي. يلا إيه لحظة طيب. يلا شرف. هيك عم تقولوا انتو؟ الله يسامحكم، انا ما رح رد عليكم الكلام صفات المتكلم. حرام هدول ولاد صغار، معلش. لك انت ليش بتسكت الجدبه؟ ما تضربهم. يا شو اضربهم؟ هدول ما يفهمون. حنون. يلا. الله يعطيك العافيه يا ابو منخار.
عفوا مشان الله لا تؤاخذني، مشان الله لا تؤاخذني ابو سمره. تفضل، وهذا كيس مليان بردان اجرتك. شلوني معك؟ لا 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 ابو عبدو، ما ماشي الحال. لك شلون؟ لا والله العظيم غير تاخذ. شو الحكي هذا؟ هلا بتقول شغلت نهار كامل وما اعطيتني شيء. شرف، هذا حقك. معلش ما بقول. لا انت ثاني. صحتين وعافيه. يلا اشروا كل مثل العسل. صحتين وعافيه. شو هاد؟ عيب. شرتوا صرتوا شباب انتوا. خوت هاي بزقانه، هاي بردقانه تازه لك، وهي كمان تتقاسمها انت ورفيقك. ايه، وانت كمان تتقاسمها انت وفريقك، وانت ورفيقك. ايه، يلا الله معكم، مع السلامه. انت هون وانا عم دور عليك من الصبح. خير؟ شو في هي الرابعه؟ هبطي لي قلبي. ابو مظهر مرضان وبيقول لك تعم عشان تطفش مع عربيه الفول وتناجي. على عيني وراسي، بس انا هلا بدي اروح لعند فاطمه وامها، بدي اخذ لهم الكنزات لعند ابو صوف وجيب لهم عيسى، بدي اخذ لهم ابو عيسى وجيب لهم الصوف. ما بعرف، انا هيك ابو مظهر قال لي. طيب روحي انت هلا وانا بلحقك. خدي امسكي رابعه تعي لهون. خدي، الله يرضى عليكي. هي برتقاني عطاني اياها ابو عبدو، كلي اياها صحه وهنا ان شاء الله. الله معك حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. ايه، وغير هيك شو قال لك؟ قال لازم نلحق له الكنزات الولاديه اول شيء، ورجع هاي الكنزه، قال كمان طويله شوي. ايه، هو طلب طول الكمام هيك؟ ايه ما بعرف، قال لازم نقصر كل كمشي 3 اصابع. ماشي الحال. قلتي له بدنا صوف ازرق؟ قلت له، قال بعد شي 3 ايام بجيب. طيب شو جبتي منه مصاري؟ جبت 200 ليرة، 100 اشتريت فيها غراب، وهي 100 الثانية. الله يرضى عليك يا أمي. شبك يا حبيبتي، في شيء؟ شفت إبراهيم اليوم. إبراهيم ابن عمك؟ وين شفتيه؟ بالسوق، ولحقني قدام كل العالم، وكمشني من إيدي، وقال لي وين بدك تهربي مني أنت وأمك؟ إيه، وشو سويتي؟ ما سويت شيء، نطرت إيدي منه وهربت. العمى بقلبه ما أوقحه. هي تركنا الضيعة واجينا سكننا هون. طيب اللي بدي افهمه، ليش لحقني الي بالذات؟ واذا كنت بنت عمه يعني، بعدين هو متجوز واكبر مني وعنده اولاد، بقى شو بده فيني؟ لعب بقلبه ما اخلصه. لك بنتي، هذا بده ياخذك لانه طمعان بشقفة الارض الصغيرة اللي تركنا اياها الله يرحمه ابوكي، فعرفتي شو بده منك؟ طمعان فينا لانه مالنا حدا. هذا اكيد ابو سمرة، رايحة افتح له. فاطمي. أهلين أبو سمرة. فوت، شو بك تبسمرت بأرضك؟ ما تبسمرت بأرضي، بس يا فتحان السباح، يا فتحان يا سبحان الفتاح، وشك شو بريء، كتير بريء وشك أنت. طب فوت أبو سمرة، فوت. يلا. لك ليش ما أجيت من بكير وأخذت لي الشغلات لأبو عيسى؟ كنت بدي اجي، مو انه ما بدي اجي وزبلت وطنشت، بس هذا ابو عبده شافني قال لي رملي نقل، رملي نقل لي رمل على الاسطوح نقول. وقديش عطاك اجره؟ عطاني كيس في 5 خبات، 5 حبات بردقان. يا الله لا يشبعه، ناقصه مصاري يعني حتى ياكل عليك الاجره. تاني مره بتقول له بدي اجرتي مصاري مو بردقان، فهمت؟ ما بيعطيني انا بقول له، بس هو ما بيعطيني. بعدين شو بدي انا بالمصاري؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تركي امي، تركي، هو هيك الله خلقه. ما بدي اخذ لكم عيسى لعند الكنزات، ما بدي اخذ لكم العينزة الكنزات لعند عيسى. اخذتهم فاطمه. ايه ما قدرنا نستناك. طيب سفروني، سخروني هيك بشي غرض تاني من الحارة. ما بدنا شي، سلامتك. طيب يعطيكم العافية، أودعناكم. الله يعافيك. طيب وينك؟ خليني أجيبكم خبوز من الفرون، تنور من الخبوز.
خبز من الفرن. عنا عنا ابو سمرة عنا. طيب 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 اشيلكم الباب من قدام الارض، اشيل الارض من قدام الباب، اشي لا لا تشي. يعطيك العافية. الله يعافيك. لا تعمل شيء بنوب. لك شو لا اعمل شيء؟ بدي اعمل. لا تزعل ابو سمرة، بكرة الخميس بدنا ناخذك معنا على المقبرة لأنه بدنا نزور قبر أبي، فشو رأيك؟ بدك تبوري، بدك تزوري قبر أبوكي؟ ضروري واجب زوري، بروح معكم أنا. مساك أبو سمرة، مساك هالكعكة بسمسم. إلي كعكة وبمسمس، كعكة وبسمسم كمان؟ شكرا لك فاطمة، شكرا يا لطيف. الله شو بيحبني، يا نيرتي ممتني، يا نيرتي يا نيرتي يا نيرتي ممتني، يا نيرتي ممتني. فهمت عليك فهمت عليك. وين رايح هلا؟ ابو مظهر بياع المرض، ابو مظهر بياع الفول مريض، بدي اروح عاونه. خاطركم هلا بس مو على طول، راجع لانه ايه الله معك مع السلامه. ايه ارجع ايه ما بترك لانه ايه الله معك مع السلامه. يا ريتني متمنى، يا ريتني متمنى شيء من ربي، يا ريتني يلا على الفول النار. قول يا فول بانت بنت نابت نبات يا فول، كلاوي يا فول، اطحال يا فول اطحال. لك بس كلاوي لا تقول اطحال. حاضر عمي. كلاوي يا فول بعشرة الكاسة الطاسة يا فول. لك شو بعشرة شو بعشرة، قول بخمسة عشرين. لك وين عايش انت؟ حاضر الواحد بيرخبط بخربط. معلش يلا فول فول يا فول، الطاسم 25 يا فول. والله ما بليته والله ما بليته، بلبل حاله هالفول، اصابيع الببو يا فول. لك هاي المنادات للخيار مو للفول شباب. للخيار ايه صح. عفوا فول الدار فول الدار. شايفك تعبان عمي ابو زمهر، ابو مظهر مو تعبان انت؟ والله وجعني راسي ودايخ شوي. خس الراس خس الوجع. لحظه لخدمتك لحظه. سلامتك ابو مظهر. تعال اقعد حبيبي، تعال ريح عظامك على هالكرسي. تعال اقعد حبيبي. سلامتك. جيب لك مي باردة تبل حنكك تبل ريقك. لحظة سلامتك حبيبي. سلامتك يا عمري. افتح باجوقة، افتح تمك شوي، افتح. الحمد لله. شلونك هلا؟ احسن. راحت الدوخة. مشتهي تشرب زبدية مرقة؟ لا ما بدي، الدوخة راحت. طيب حاضر. فول يا فول، والله ما بليته والله ما بليته، بلبل حاله الفول، بنات هالفول. بابا انا بنت. اهلين ام رسمي. اهلين اختي ام صبري. معرفتيني مو مغير عادتي. ايه انا مغير، معرفتيني مو. سبحان الذي لا يتغير. اهلين. وين اخذ لك الاغراض؟ يسلموا الايدين. لا انا باخذ لك اياهم، دليني على البيت، بعيوني باخذهم. خذ لي اياهم لعندي على البيت، بدي روح ولد بنت ام صفاء. ايه امرك اختي. والله شغلتكم متعبه كثير، يعني بتمدوا ايديكم ما بعرف وين وبتسحبوا اولاد، يعني متعبه. مش من مكان. ولك وين رايح وتركني؟ ولك ما سمعت باذنك؟ رايح وضي الاغراض لبيت اختي ام صبري. معلش روح بس ما تطول. لا ما تطول عمي ابو مظهر. الله يرحم امه. ليش بتعرفيها لامه؟ لا ما بعرفها، بس امي كانت تعرفها وتحكي لي عنها. الله يرحمها، ولدت وماتت بعد 40 يوم. هيك شلون ربيلة كان؟ يو شلون بدها يربى؟ مثل ما بتربى القطاط بالحارة. شي
يلا يا مجاعة، يلا يا جماعة، يعني تأخرنا. شو الزلمة عم يستنانا بالشارع؟ نحن رايحين على المقبرة. لا تكسفي ماما، خليه يحكي شو ما بده، ما حلك تعودي عليه. يلا امشوا، نحن عم نبربر والزلمة بيكون عم يستنانا. امشوا. شو؟ بلاقي حالنا وقفنا، لازمكم شي فموت؟ فطون؟ ما بعرف ماما، شو نسيتي؟ نسيتي شي؟ تعرفوا شو نسينا؟ شو نسينا؟ شو نسينا؟ نسينا الفاس اللي بدنا ننكش فيه القبر. ولي بدكن تقبروا النكش؟ بدكن تنكشوا القبر؟ ما بيصير، ما بيصير أم فاطمة، في زلمة تحت نايم بأمان الله، ما بيصير هيك. لك بدنا ننكش تراب القبر من فوق حتى يتروحن ونزرع له شي عرق أخضر. أصبح أنا بجيب الفاس. بدك ترجع على البيت؟ لك لا لا، أرجع البيت ليك والتانية. أنا بجيب الفاس من هون من عند خالتي أم توفيق. أنتوا خليكن هون لا تنقبروا ولا تروحوا على المقبرة. طيب روح أنت جيب الفاس ونحن منستناك بالتربة. يلا ايه ما تطول، لا تغمقوا بالتربة، فوتت النسوان على التربة بتخوف. ايه مين؟ أنا أبو سمرة. هذا أنت؟ شو بدك؟ زكاتك، بدي الفاس الصغير يلي عندك. أنو فاس؟ أنو فاس يعني فاس عادي. ليك وينا؟ ولا شو بدك يا؟ مشان انكش قبر أبو فاطمة، مو انكشو يعني مشان الأذى، بس مشان يتروحن. تروحي معنا على المقبرة؟ يو كتر خيرك على هالاستفادة. شو عم تعزمني على الغوطة؟ رح افوت جيب لك يا هلا، بس اصحى ما ترجع لي اياه. لك وينك يا ابو سمرة؟ ليش تأخرت؟ شو وينك؟ هيا مبخشت وصارت تتزرزب، سقسقتني عبيتها هلا من هنيك. يلا امشي 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 امشي، طفو امشي لشوف ولد، امشي لشوف حبيبتي. ليش معذب حالي؟ ما في حدا بالبيت. وين راحوا؟ على المقبرة، وما راح يرجعوا المغرب، هيك سمعتن عم يقولوا. ماشي الحال، حقن. حط لك شوية مي. ايه حط ابو سمرة حط، مشان يعيش يعني هذا العرقاس. ايه مو جوزة. ايه انا هذا جبتهم بابا 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 باردين من الفيجة. يلا انا ما بفهم بالفلاحة، بس يعني الواحد بيتعلم. بس لا تحكي كتير ابو سمرة، لا تحكي كتير، ما بيجوز. ايه ايه مشان رحمة، مشان حرمة الميتين. شو ما بتقليلي انا بعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. شو أبو سمرة؟ كلك قرصة بعجوة. لا لا، شو نحن قاعدين بمطعم، ما بدي اتغذى هلأ، مالي شبعان، مالي جوعان. كول معليش، حلال الأكل على الميتين. مالي عوجان، مالي جوعان، بعدين ما تنفتح نفس الواحد هون، مالي جوعان. بعدين معي كعكة. مشان يخذ هالقرص بعجوة، كله وقرا له الفاتحة لأبي. مشانك طفون فطون، باكل راس الحية أنا، رح تبقى هون هي. ذكرى عزيزة علي، ذكرى عزيزة. يلا يسر وراح الحقكم انا على بين ما رشرش المرحوم. يا الله
اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، طيبين ميتين. وينكم؟ وين رحتوا؟ ها؟ يعطيك العافية أبو سمرة. روح ودي الفاس لأم توفيق مشان ما ننسى. إيه على عيني وراسي، بس مو حتى وصلكم بالأول؟ لا معلش، نحن وصلنا. روح أنت، يعطيك العافية، كتر خيرك. الله يعافيك، مع السلامة. مع السلامة فاطمة. فاطمة وأخيرا وقعتي بين إيدي يا فاطمة. وين بدك تروحي؟ وين؟ جوب السماء أقرب لك. روح امشي بطريقك بلقلة أدب. خلصتيني والله. اتركوه يا اولاد الحرام، اتركوه. على جنب، احترمي حالك يا عالم. يا هو يا نازل حقوقي. زعلوا ولا تقولوا شعروا برا. قسما بالله اللي بيقرب لا اذبحوا، اذبحوا اشرب من دمه ودمه. ما حدا يعمل مشاليه ويرجع لبرا. يا عالم يا ناس، دخيلكم دخيلكم بنتي، لا تخطفوها. اتركوها اتركوها يا كلاب، اتركوها يا حبيب. روحوا لك الحمير افضل منكم، يخرب بيتك. الله يخلينا ياك يا ابو سمره، لولاك شو كان صار فينا. ماشي ماشي الحال، ماشي الحال، سبقوني على البيت انتو. الغراض ابو سمره، انا بجيبهم، انا بجيبهم. افشخوا، روحوا على البيت بسرعه. يخرب بيتهم، يخرب بيتهم وبيت بيتهم، كل واحد قتلي شوارب مثل شوارب الصرصور، وعامل لي حاله زلمه. العمى بقلبكم شو حمير؟ حمير يا رب يا فتاح يا عمير الزاخري. الهي تبعث لي رزق وفي الدين مرحبا. اهلين اهلين بالاوادم، اهلين بخدمة الشعب. شو معلوماتك عن الخناقة اللي صارت امبارح بالحارة؟ خناقة؟ تفضلوا 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 تفضلوا. يا محمد. ايوه. تعا حبيبي تعا، قازوتين على السريع. اوان. قلتوا لي خناقة وهون بالحارة؟ والله لا علمي ولا خبري. هلا لا تقعد تلف وتدور وتمثل علينا، عم نسألك جاوب. الله وكيلكم، ما عندي علم بشي، ما طلعت من دكانتي لشو صار. يعني ما حدا قال لك انه مبارح صارت خناقة بالحارة؟ خناقة شو سيدي؟ لك في واحد اسمه ابو منخار معتدي على اثنين مارقين بالحارة بامان الله، ضاربهم بآلة حادة ومكسرلهم سيارتهم. شو هالحكي يا لطيف؟ والله ما عندي علم. هسا يعني ما بتعرفوا لهذا المعتدي ابو منخار يلي بيقولوا له الناس ابو سمرة؟ ايه بعرفه سيدي بعرفه، هذا يا عين تراك حامل الشخط وعم يطعمي القطار، بس لا بيقربني ولا بينسبني. ها وشو اسمه الثلاثي؟ ما بعرف. لك اخ اخ منكم شو بكارين اخ. طيب وين بيته كمان ما بتعرف؟ بعرف بعرف سيدي، باخر الصقاع على ايدك اليمين. ماشي. ما بكون تشرب خازوز؟ اشربها لحالك، رد على جوعك. يا محمد رجع الخازوزتين وفرتوا. قرب ودو يا حباب، قرب يا راعي الطيب قرب. نبت 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 نبت. يعطيك العافية سعدو. الله يعافيك، الله يعوض عليك عمي. مع السلامة. أهلين وتهلين، أهلين وتهلين. تفضلوا يا شباب. يسلموا. لكون فيهم سوسك سعدو. الله وكيلك انضاف ومثل الخاع. إذا بتطلع لنا سوسة واحدة لا تلوم غير نفسك. ها سعدو، تعرف لنا واحد اسمه أبو سمرة أبو منخار؟ إيه بعرفه. وشو اسم الثلاثي؟ والله ما بعرف. لكان مين بيعرف لك سعدو؟ ما حدا سيدي، ما حدا. معقول ما حدا بيعرف اسمه؟ صدقوني مثل ما عم بلكون، بس عدم المواخذة. شو متاوي هذا؟ اعتدى على ناس وجهاء بالضرب وكسر لهم سيارته. ما بيصير هيك، عطوني إلي. لحظة تفضلي خالتي، أختي أم رسمي، صبري تفضلي. منيح الحمد لله الحمد لله. هاتي لي لا تنسي لا تخرب. مرحبا يا أختي. أهلين. أنت من الحارة من هون؟ إي نعم، مو وقت ما خلقت. معناته بتعرفين هذا أبو منخار اللي بيقولوا له أبو سمرة؟ إيه بعرفه. خير، شو بدكم منه؟ ما بدنا منه إلا كل خير. وينه؟ هذا
ليكم هذا المجنون قاعد يلعب مع الاولاد؟ ايه وشو اسمه؟ اسمه عبد الله العاصي. مصطفى عبد الله العاصي. ايوه طيب يعطيك العافيه. شكرا شكرا. دوري هلا. انت مصطفى عبد الله العاصي؟ لا مو انا. شلون مو انت؟ لا هذا مو مصطفى، هذا اسمه ابو سمره. ايه هذا ابو سمره. خلاص انت يا يلا انا بكن انا هو. يلا انا مالي مصطفى، مو مصطفى انا. عايش تجذب علينا، انت مصطفى وغصب عنك. امشي على عفاك. والله ما جاي، ما يدري مصطفى. امشي. عيب عمو، عيب كل واحد يروح على بيته. يلا يا عيب الشوم عليكم. شو طلع من السجن؟ والله هيك مبين. الله يكون بعونه. فاطمه انا طلعت من الحبس يا فاطمه فتموت سمراء. نعم حاجه تتعذب وتدق الباب عمو ابو سمراء. ليش حتى ما اتعذب؟ لانه فاطمه ما له. وين لك؟ ها خطفوها بالسياره الصفراء بغيبتك وام فاطمه اخذوها على المستشفى. تفوه عليهم هالجيران. يا عيب الشوم عليهم، يا حيف عليهم. شو وين رايح ابو سمرة؟ بدي روح لعند فاطمة. فاطمة مو معروفة وين اراضيها. اجا كان لازم لاقيها. شو فكركم ضاعت يعني ولا خلص؟ لازم ننفض ايدنا منها. لازم انا الاقيها مهما كانت الاسباب. اذا انتم تخليتوا عنا انا ما ممكن اتخلى عنها. انا ما ممكن اتخلى عنها. منو